مسائي صباحكم سعيد، متواصلين معكم بآخر فقرة وختامها مسك. دايماً بنقول إحنا نفخر بالنشميات والنشامة الأردنيين والأردنيات بمبادراتهم الجميلة، بالتفافهم حول القيادة الهاشمية، بما يقدموه لمجتمعهم المحلي. معنا اليوم بهالصباح نموذج لشبابنا وشاباتنا الأردنيين والأردنيات اللي بنفخر فيهم. معنا ذاكرين المجالي، صباح الخير، وموسى المجالي، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. إحنا نتحدث عن حملتكم الجميلة، حملة ألبس شماغك، وأيضا يعني هي شعار الحملة، يعني عملتوا شعار وأيضا للحملة مش بس الشماغ. رح أبدأ لدس فرست يعني موسى مع ذاكرين. ذاكرين تحكي لنا عن هالحملة والمبادرة الجميلة اللي بدأتوا فيها. إن شاء الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت انه احنا كشباب كنا هيك مجموعه حابين انه نطلع بمشاعرنا قبل من انه تكون موضوع حمله. كنا تاثرنا باللي صار، طبعا الله يرحمه الشهيد معاذ نقيب، الشهيد معاذ الكساسبه، هو وجع، كان وجع كل اردني. فكنا احنا الحمله بدت من هون، انه احنا وجعنا كاردنيه، احنا طول عمرنا بنحس ببعض، بنحس بالوطن العربي، بنفكر بكل شيء بيصير حوالينا. فلما صابنا هذا المصاب الاليم حبينا احنا نوصل بس شعور. الحمله كانت الشباب حابين يطلعوا برمز، رمز الشماغ، انه نطلع كلياتنا برمز الشماغ، وفكرنا كيف انه نطلع ونوحد كل هذا الجهود اللي عملناه مع بعض. وهو رمز الشماغ عبارة عن رمز للفرح ورمز للترح بأي وقت، وإلى رموز تانية يعني كلها بتيجي تحت هذا البند. فاجتمعوا الشباب وطلعوا بحملة حلوة، وكان وقتها في ذكرى وفاة سيدنا الملك حسين الله يرحمه، وكانت مناسبة انه احنا نطلع، لانه احنا بالعادة كل عيد ذكرى لوفاته بنطلع. فقررنا نطلع مع الاطفال ومع الشيوخ، وكثير ناس اجوا يعني كانوا معنا من اعلاميين ومن الناس اللي كانوا حابين يكونوا حوالينا، فشجعونا واعطونا افكار وضافوا على افكارنا، وطلعنا كلياتنا. والحمد لله كان في اصداء مناسبه للافكار، واحنا هاي الحمله ان شاء الله تكون واعده، وان شاء الله انه نقدم فيها، وفي عنا افكار ان شاء الله واهداف نحكي فيها ان شاء الله. ان شاء الله. موسى، الشماغ يعني احنا قديش بنعتز بالشماغ، وقديش بحسسك يعني انا بحس بس احط الشماغ على كتافي بحس قد ايه بيعطيني شعور بالفخر انه انا اردنيه، انا عم تمام. بقول انا اردنيه من تمام. هذا الشماغ. كيف شفت الاطفال؟ يعني بتقولي ذاكرين كان معكم اطفال ايضا، مش بس كنتوا انتم شباب تمام. وكان معكم كبار في السن، كيف كان شعور الأطفال تمام. والصغار وهم بيلبسوا الشماغ؟ ستي، بداية بحب أشكر التلفزيون الأردني على استضافته الكريمة إلنا، وبشكرك على تواصلك الدائم مع الشباب الأردني الواعد. بداية إحنا فكرتنا جاءت مطابقة لمقولة سيدنا الملك الحسين بن طلال عندما قال الأردني هو من شتى المنابت والأصول. إحنا هدف حملتنا كانت لتجمع الأردنيين تحت راية واحدة وتحت راية الهاشميين على العلاء. فكرة البس شماغك هي عبارة عن فكرة أردنية بحتة، شباب أردني واعد، قررنا أنه نأكد على الانتماء والولاء. هدفنا الرئيسي بهاي الحملة نشر التوعية بمختلف صورها، لنأكد للعالم أنه الأردن لسه بخير، والأردن كله أولا ورح يظلوا دائما مستند مع بعض. فكرتنا كانت بداية هي عبارة عن البس شماغك. الكل سألنا طب ليش اخترتوا هذا الاسم؟ حكينا لا، رمز هويتنا ورمز فخرنا هو الشماغ الأردني الأصيل. نعم. إحنا من هاي الفكرة اتأكد إلنا، ولما خصوصا يوم الآخر نشاط وفعالية قمنا فيها، لما زارنا الأطفال وكبار السن شباب وصبايا لاحظنا إنه في فخر الأردن لسه بخير، لما صار في فخر على صورة كبيرة بين المواطنين كافة، على صورهم كافة ومن مختلف المحافظات. علاوة على ذلك الضيوف كانت من برا المملكة، كانت زائرة للمملكة وإجت لما سمعت بهاي الفعالية بدها تتعرف على الشماغ الأردني وعلى الهيبة الأردنية. فهو زي ما حكيتي الشماغ الأردني بزيدنا هيبة ووقار لما الواحد يكون حاطه على كتافه. صحيح. ذاكرين قلتي هاي مبادرة وهي حملة مستمرة إن شاء الله، وهي البس شماغك ولا لسيدنا أبو حسين. تحكي لنا إيش بتفكروا من بفعاليات القادمة إن شاء الله؟
هلا احنا ان شاء الله يعني في عنا اكثر من اجنده واكثر من اهداف، وفي ناس كثير دخلت معنا بالموضوع يعني، وكانوا متطوعين زينا زيهم يعني، في منهم اطباء، وفي منهم محامين في حقوق الناشطين بحقوق الانسان، وفي اعلاميين حبوا يدفعونا يعني، كانوا موجودين معنا كمان بالحمله وحبوا يعطونا افكار، دافعوا افكارنا. هلا مبدئيا دائما نكون صريحين، احنا لما طلع الموضوع كنا طالعين شباب، عندنا الرهجه والبهجه وبدنا نطلع انه نحكي، وبدنا كاي شيء كنا متعودين عليه واحنا صغار يعني، كنا لاي فرح نوقف مع بعض من المدارس. فلما طلعنا وهدول كانوا حوالينا فاجئونا انه احنا عندنا افكار واهداف، بس ما كانت كثير لساتها محطوطه ومدروسه. ساعدونا. هلا في اكثر من حمله ان شاء الله رح يدخل معنا اطباء، وهم كانوا موجودين بالجامعات خريجين وصاروا هلا طبعا بسوق العمل وعندهم بزنس خاص لإلهم يعني، حبوا انهم يشاركونا بحملات تكون هي تثقيفيه وتوعيه باكثر من مجال، ان كان في المدارس، كان في الجامعات، ان كان في المحافظات، او كشف سريري ويكون مجاني. هاي جزء من مثلا الاطباء. غير في عندنا توعيات رح تكون ان شاء الله بالمدارس، انه ندخل على مدارسنا نحاول نقرب لغه البيت للغه المدرسه الوطنيه الموجوده عندنا، هي موجودة بالمدرسة بس نشتغل عليها أكثر، يكون في حلقة بحث لهي المواضيع، نعرف في الهاشميين، نعرف في كل شيء. نشوف الصور طبعاً الآن. يعني هدول جزء من الصور نعم. كانوا. وزائد إنه في أكثر من شيء مترتب هلأ يعني، بنرتبه إن شاء الله في الأيام القادمة أكيد على أرض الواقع، مش رح نضل نطلع بشعارات وبحكي. وبتمنى إنه كل حدا حابب يكون معنا أو يتطوع أو يدعمنا بطريقة أو بفكرة، إحنا موجودين ونسمع منه أكيد. عندكم بيج على الفيسبوك هي البس شماغك؟ مظبوط. عندنا ولا الحمد لله لأبو حسين، كل الولاء أبو حسين. كل الولاء أبو حسين نعم موجود. للي بحب طبعا يعني يشارككم ممكن يدخل على البيج تبعتكم ومن خلالها أكيد. يتواصل معكم. آه موسى، نهاية يعني لما بتقول ذاكرين انه الحملة بالمدارس قديش مهمة، كنا بنحكي يمكن من اول الحلقة قديش مهم توعية طلاب المدارس. تمام. هي مش بس البس شماغك، هي الشماغ مثل ما قلنا هي رمز، لكن تمام. بالاخر الحكومات بتقدم الاشي الرسمي المطلوب منها، لكن الان اصبح على عاتق كل الأردنيين، أصبحت واجب كل أردني أنه يساعد ويساهم في تنمية مجتمعه المحلي، سواء كان من القطاع الخاص أو فينا إحنا كشباب إعلاميين من كل القطاعات. تمام. إحنا واجبنا نقدم ونساعد. قديش للأيام الجاي بتشوف رح تكونوا أنتوا فاعلين في مجتمعكم المحلي، وقديش مهم تنمي هاي الروح عند الشباب؟ تمام. هلأ صراحة كبداية إحنا واجهنا صعوبة منشان نشر الفكرة، لكن إن شاء الله تعالى إحنا بنوجه رسالة للشعب الأردني، لكل شاب وشابة أردنية طموحة. إحنا إن شاء الله رح نكون الإيد اليمين لكل فكرة إبداعية أردنية. من هذا المنطلق إحنا نشأنا، إحنا رح نحاول نوصل التوعية بمختلف المواضيع على المدارس، على الجامعات، حتى على المعاهد. يعني رح نجتمع بصورة يعني يد واحدة تكافلية مع المجتمع الأردني، نكبر فيهم لأن هم فخر واعتزاز للكل. وإحنا بنكبر فيكم وبشبابنا الواعي، ويعني أنا بدي أشكر حضوركم معنا بهالصباح، وإن شاء الله بنلتقي في حملات أكيد حملتكم ومستمرة لسه ومع نشاطاتكم إن شاء الله. شكرا لحضورك موسى المجالي وذاكرين المجالي. شكرا. يعطيكم ألف عافية. أعزائي يعني صباحنا دائما عز وفخار وكرامة وكبرياء. أنا بحب أشكر أيضا سلاح الجو اللي قدموا لي اليوم، يعني هذا اللباس الرزي الجميل اللي احنا كلنا بنفخر بنسورنا، نسور سلاح الجو وقواتنا المسلحة الأردنية، وعلى رأسهم قايدنا الله يطول عمره أبو حسين. أعزائي لهون وصلنا لنهاية حلقتنا معكم لليوم، بتجدد لقائنا معكم كل يوم بنفس الموعد. أجمل تحية مني دام الكردي ومن فريق العمل مشرف العام دكتورة ميساء نصر الرواشدة وحلا نوفل ومخرجنا فراس عبندة. إلى اللقاء.